بالنسبة لقانون المحاماة هناك مكاسب كبيرة جدا احنا اكتسبناها كجمعية عمومية قبل ما نكون أعضاء مجلس نقابة، لا جمعية عمومية لنقابة المحامين. طبعا يكفي ان احنا بدأنا ان شاء الله بإذن الله نحصل أتعاب المحاماة بنفسنا من غير وسيط ومن غير وصاية من حد. زيادة حصانة المحامي، موضوع الأكاديمية اللي هو بقى شرط أساسي لاكتمال القيد في نقابة المحامين، طبعا ده شيء مهم جدا جدا جدا، واحنا كنا بنطالب بيه قبل كده لدرجة ان احنا كنا بنطالب برسالة ماجستير وهو بديل لرسالة الماجستير الحقيقة. يعني موضوع الأكاديمية، هيمنة النقابة على جداولها وانها سيدة القرار في قيد المشاركين عموما، ده شيء جميل جدا. هددنا كتير جدا من حملة الدبلومات ومن حملة كذا ومن حملة كذا، اللي عايز كل اللي ايه الدولة فتحت مثلا التعليم المفتوح فبقى الدبلوم يبقى بفلوسه يروح يحضر ومش عارف ايه ويبدأ ياخد كلية حقوق ويقول لك انا محامي. ازاي انا بقى شريكي في المحاماة حصل على دبلوم ولا حاصل على دبلوم ويهددني ويرفع قضايا عليا، وديكم شفتوا انتوا يوم 15/1 ايه اللي حصل، واللي كانت مظاهرة حب للنقيب والقرار النقيب في، والراجل ده استمات في عدم قيد الدبلومات علشان ما يسوهمش بيك انت كمحامي. والحمد لله ان القانون انصفه وانصفنا جميعا، فحقيقي ان التعديل في صالح المحامي تماما.